على مدى سنوات كانت تربية الحيوانات والاعتناء بها بعيدة عن اهتمام العراقيين بشكل عام، فالحروب والأزمات والأوضاع الأمنية شغلتهم بالحرص على سلامتهم بعيد عن فكرة الاعتناء بكائنات أخرى. خلال هاي السنوات كانت تربية الحيوانات أو الاعتناء بها رفاهية يستخف بها هواية ناس بالعراق، لكن بعد 2015 تقريباً بدأ الوضع يتغير وبدينا نشوف مجتمع جديد يتشكل، مجتمع يهتم ويحب الحيوانات بشكل عام والأليفة بشكل خاص. لذلك راح يكون محور حلقتنا لهذا اليوم عن المجتمعات اللي تحب تهتم بالحيوانات. أهلا وسهلا بيك علا، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقتنا هذا الأسبوع عن مجتمع المهتمين بالحيوانات بالعراق. طبعا تربية قبل لا أحكي لك شغلة، أنا أريدك هم تحكي لنا اليوم عن تجربتك بالحيوانات الأليفة. تجاربي كلها سيئة للأسف، حتى لا أنساها بس أتذكر لك إياها. ماشي بهاي بعدين نحكي بيها خلال الحلقة. طبعا تربية الحيوانات الأليفة من الأمور اللي بدأت تنتشر بالمجتمع العراقي فعلا، وأعتقد هي من الاهتمامات اللي تضيف للإنسان مشاعر حلوة يحتاجها بحياته اليومية. بالفعل مجتمع المهتمين بالحيوانات يقدم فائدة للحيوانات اللي يخليها تعيش في بيئة جيدة من ناحية الصحة والأكل، وهي تقدم لها مشاعر يحتاجها وتضيف الحياة معنى. لكن نمو مجتمع المهتمين بالحيوانات الأليفة بالعراق وازدياد الشباب اللي ربوها لحد الآن مقتصر على البيوت وأماكن الاعتناء ورعاية الحيوانات جدا نادرة. صحيح، مجتمع بهواي دول حول العالم نشوف مراكز إيواء للحيوانات الأليفة، يقدر الواحد يروح لهاي المراكز نفسها ويشتري الحيوان اللي يريده، بس بالعراق هالشي ما متوفر. بالضبط، يعني بشكل عام مجتمع الحيوانات أو المهتمين بالحيوانات سوري ده يكبر، وهذا يشير إلى نمو مجتمع المهتمين والمحبين للحيوانات بشكل حقيقي وملموس، وممكن خلال السنوات القادمة نشوف مراكز حقيقية لإيواء الحيوانات. ممكن، خصوصا مع وجود مبادرات على السوشيال ميديا حول تقديم الرعاية الطبية لحيوانات الشوارع وعرض بعضها للتبني، وهاي المبادرات تلاقي اهتمام من هواية ناس عندهم حب للحيوانات. بالضبط، الموضوع ده يتحسن يوم عن يوم، وده نشوف مبادرات لطيفة، ده نشوف ناس مهتمة بهذه الحيوانات الأليفة تحاول ترعاها وتربيها وتعتني بها. واحد من عندهم الطبيب البيطري أيمن رضوان، طبيب بيطري. خلينا نشوف قصته أحسن ما نتحدث عنه بريف قصير، خلينا نشوف قصته دايركت. صراحة يعني كل يشوف إيش كائنات لطيفة شو ما يحب يشتغل وياهم. بداية كان عن طريق الصدفة، عن طريق معدلي الانسيابية ودتني طب بيطري، وخلال تعاملي ويا الحيوانات حبيت المهنة وحبيت أن أكون طبيب بيطري، فاستمريت بيها والحمد لله تفوقت، وحاليا عندي عيادة بيطرية ما شاء الله معروفة ببغداد. أكثر شيء أحب بهاي الحيوانات الأليفة إنه حيوان ما يقدر يعبر عن وجعه ولا يقدر يقول لك شنو اللي وجعني، كل اللي ممكن العلامات اللي تظهر إنه هو يقطع الأكل أو يكون خام النايم، فمن يخلي عيونه بعيونك بهالطريقة وتفحصه يشكي لك عن ألم ما حد يحس به ممكن بس هو، فالطبيب البيطري هو القادر عن يحل لك هاي المشكلة، فهذا شيء أبد مو قليل. إحنا أطباء بيطريين يعني أطباء الإنسانية، يعني نعالج هيك أرواح بريئة. هاي الفترة الأخيرة كلش ازدادوا عدد مربي الحيوانات الأليفة، شيء أكيد تأثير السوشيال ميديا يعني أثر بهذا الشيء، عم يشوفون الناس يعني مثلا أنا من الناس شفت صديقي أو أقاربي مربي حيوان، فراح أشوف شلون علاقتهم بيه وشلون يحبوه وشلون يتابعوه، فأكيد أنا هم راح أقتني لي حيوان، فعن طريق الغيرة يعني أنا غار من صاحبي وصاحبي عن طريق صاحبه وكذلك انتشرت هي. أكثر شيء يعني يربون القطط والكلاب والطيور المغردة والببغاوات، والمتابعة كلش ضرورية من صاحب الحيوان، من التابع مثل يقول لك عنده تقيؤ أو عنده إسهال، فراح تربط إنه هذا التقيؤ والإسهال ويا أي مرض، فهذا أصعب شيء يعني صاحب الحيوان هو الوحيد اللي راح يساعدنا. بالنسبة للتحديات أنت تدري إحنا عايشين بالعراق، يعني أبسط شيء مختبر بيطري ما موجود، يعني حتى لو موجود هو يغلق الساعة 2، فكيف إحنا عيالاتنا في 3-9 بالليل إذا احتاجت فحص مستحيل راح تقدر تحصله. طبعا النظرة السلبية على كل شيء موجود مو بس بمجال الطب البيطري، يعني ممكن ينظروا لك بنظرات سلبية بأكثر من موضوع، بس أنت تقدر تواجههم بهالموضوع
تحقيق النجاح والتفوق والتميز اكيد راح تثبت لهم العكس. هسه كل شيء تغير واكو فد شيء خبر كل جديد يعني وحلو انه اقروا قانون التدرج الطبي، يعني الطبيب البيطري حيكون ان شاء الله له تعيين. هالشيء راح يغير نظره المجتمع شيء اكيد. واحدة من المشاكل اللي نواجهها بوقت الحظر، يعني عندي زميلي طبيب بيطري طلع من بيته من الرصافة للكرخ بوقت الحظر، فوقفته مفرزة مرور فقال له وين رايح؟ قال له أنا طبيب بيطري أريد أروح العيادة اكو حالة إنقاذ حياة قط. قال له ما مصرح بيك إنه تروح للعيادة مالتك. فالطبيب قال له أنا رايح أنا متحالة أنقذ حيوان مسكين ما له ذنب. فاضطر المرور انه يغرمه 100,000 وخلاه يعبر، يعني للاسف مع العلم احنا نريد الحكومه تدعمنا بهالموضوع، مو انه تغرمنا وتكسفنا احنا. طبعا قصه جدا حلوه، وشغف ايمن بالحيوانات ورعايتها وعلاجها يعتبر يعني فد منظر كلش مريح للعين ويعبر عن ثقافة جديدة بدأت تنتشر بين المجتمع العراقي. طبعاً ثقافة كلش حلوة تزيد من الاهتمام بالمخلوقات الأضعف من عندنا وتعزز من إنسانيتنا ومشاعرنا تجاهها، لذلك كان الفيديو كلش لطيف من دكتور أيمن. شنو اللي يخلي هاي الثقافة تنتشر اليوم بالمجتمع العراقي وليش الشباب العراقيين دا يحبون يهتمون بالحيوانات الأليفة؟ كل هذا راح نحاول نعرفه من خلال الترحيب بالمدافعة عن حقوق الحيوان الدائمة داليا علاء الدين. مرحبا داليا. مرحبا مجتبى، هلا، سعيدة بوجودي وياكم اليوم. احنا اسعد داليا. شلون بديتي الاول مرة تساعدين الحيوانات المتضررة بالشارع او باي مكان انت تشوفينه؟ صراحة أول مرة على الإطلاق يعني كانت صدفة، كنت طفلة يعني أصلاً، فبيوم كانت دا تمطر الدنيا وكان أكو عاصفة بوقتها، فلقيت هيجي كتن صغيرة وكان مربوط بها حبل سري، فيعني كطفل أني كنت شوية خايفة من هذا المنظر يعني. والدي بوقتها ساعدني انه ننطيها حليب بالسرنجة ونعتني بها لحد ما تصير بوضع احسن. طبعا كنت فاقدة الامل انه تظل عايشة لانه كانت كلش صغيرة، بس لما شفتها دا تكبر قدامي اكو فد شعور يصير، اعتقد انه نحتاج انه يحتاج كل شخص ينقذ حيوان حتى يعرف شنو الشعور اللي دا احكي عنه، شعور انه انت كنت جزء بمساعده كائن يتغلب على ألمه ويتغلب على ضعفه. اعتقد هذا الشعور يعني ما نقدر بعد نوقف انه لما تحسوه اول مره تريدون تظلون تستمرون بانه بعمليه الانقاذ هاي، لانه تحسون انه ايش قد ما سويتوا فهو فرق وهو دا يغير من حياه كائن ثاني. طيب طبعا اني ولو الموضوع. انا اقاطعك بس نوضح انه داليا ساعدت بزونه صغيره، هي قالت كتن فيعني احنا نحاول نترجم لها داليا يعني. طبعا داليا هوايه متعوده تحكي. لا ترى داليا هوايه متعوده تحكي الحيوانات بالانجليزي. لا تظلوني. شنو اني شايفك دائما تحكي ويا الحيوانات بالانجليزي، يعني بزونه بعضاديه تحكي وياها انجليزي. صحيح بس اي لانه البزازين يستجيبون على الصوت، فمو مهم، مو البزازين بس الحيوانات يعني. مشتبه ترى هي مو دا اقول كتن بالانجليزي، حتى يعني اسال اي طبيب بيطري بمجتمعنا العراقي البزونه الصغيره هي يسموها كتن يعني، بس انت الظاهر علاقتك مو قويه بالحيوانات. انا علاقتي شويه خصوصا ويا البزازين، كل الحيوانات احبها. عندها تجربه سيئه بالبدايه ذكرها. داليا هم تواجهين اكو ناس يعني تقول لك يعني انت ليش تساعدين حيوانات مثلا البشر او لا، يعني انت تعرفين اكو هواي ناس يعني تتبنى هيك نوع من الخطاب، وشنو ردك عاده يكون على هيك خطابات؟
مجتبى صراحة هاي مشكلة بعد أكبر، إنه أي واحد حتى يكون إلى واهس إنه يسوي فرق، يجي فلان يقول له والله أنت بطران، هي العالم ده تموت. إحنا للأسف يعني الإنسان هو بطبعه أناني، وصلنا مرحلة من التمادي نفكر إنه باقي المخلوقات هي من الدرجة الثانية، ووجودنا على الكوكب هو الشيء المهم الوحيد. أعتقد كلنا جزء من التوازن البيئي على سطح الكوكب، ولازم كلنا نفكر ونتذكر هذا الشيء. الإنسان ما رح يقدر يظل عايش وحده إذا مهتم بالكائنات البقية، ودليل على هذا الموضوع كوفيد، يعني هم كان نتيجة الأنانية البشر. أكو أني أعرف أشخاص يستحون يقولون إنهم ما دي يساعدون حيوانات حتى لا تنأخذ عنهم النظرة، خاصة الولد، إنه شكد حساسين، شكد هاي التحشيشات اللي سووها بين بعض، إنه أنت بطران وبشنو حايل. أعتقد هاي كلش كلمات سلبية. أنت مثل ما قلتي، يعني هو الموضوع تكافلي ويخضع للتوازن، يعني وهي أصلا الكائنات أو الحيوانات الأليفة وجدت بسبب العلاقة التكافلية بينها وبين البشر، احنا دجناها لأن محتاجيها وهي دجنت لأنها محتاجتنا، والعلاقة تكافلية بالنهاية. اكيد اكيد. طيب داليا، اكو جهات دعمت يعني مساعدتك للحيوانات او جهودك بعلاج الحيوانات ورعايتها؟ لو هذا جهد فردي من عندك. أمانة أنا ما سمحت يكون أي تدخل من طرف خارجي، يعني أحب أنه أنا أتكفل هالموضوع بشكل فردي. أعتقد عندنا كلش نظرة سلبية بالعراق، خاصة وراء الفساد اللي تعودنا عليه، أنه أي أحد مثلا دي يلم تبرعات أو دي يحاول يساعد ويلم تبرعات، تجي يعني يجي حكي زايد أنه أنت دا تحاول تستغل العالم وتلم فلوس براس الحيوانات وتستغل قضية معينة، وأني صراحة كلش يعني ما أحب أسمع هيك تهم، فرفضت. يعني كان أكو إنه أوكي عالم كانت تريد تساعد، ومثل ما تشوف أكو فرق إنقاذ هواية هسه، بس ما تخلص من الحكي، فلذلك أنا رفضت مبدأ المساعدة. أكو شيء وحيد حالياً دا أشتغل عليه وأتمنى أنه ينجح، مع أنه فرص نجاحه كلش ضئيلة إلى معدومة، هو أنه نتعاون ويا منظمات أجنبية برا وننقل الحيوانات اللي حياتها صارت مستحيلة بالعراق البلدان ثانية، حتى يلقون الحب والرعاية والاهتمام اللي ما لقوها هنا، وناس ثانية تتبناهم. هذا ممكن المشروع الوحيد اللي راح أقدر أجمع به تبرعات، بس مساعدة الحيوانات بشكل محلي لا، ما أحب يكون مدعوم أبدا من جهة خارجية. ما نخلص من الحكي. طيب الجهود اللي ده تبذلها، يعني فرق الدفاع المدني في إنقاذ الحيوانات، تشوفيها كافية؟ يعني إحنا عندنا هسه فرقة دفاع مدني، أكيد إذا يعني مثلا حيوان عالق في مكان ما، حيوان متعرض لمثلا وضع ما يقدر يساعد نفسه به، يعني إذا تشوفين أكو هيك عندنا أشياء مؤثرة هاي الأشياء أو هاي التدخلات؟ صراحة مجتبى دا أشوف إنه هيجي، دا أشوف هيجي صور بالفعل إنه فريق الدفاع المدني دا ينقذ قطة مثلا على نخلة أو شوف وين عاصية، وهذا الشيء كلش حلو، بس بنفس الوقت متناقض، لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة على مستوى تشريعات الدولة. يعني إحنا عندنا قانون مكافحة الكلاب السائبة اللي هو تشرع من 86، تعدل بال 86، هم مو تشرع من أول مرة، قانون يعني جدا مليان عنف، قانون يعين الشرطة اللي هم المفروض رمز الأمن والأمان إنه يتولون عمليات قتل الكلاب السائبة أينما كانت، يعني حتى وإن كانت أليفة أو ما بيها ما تشكو من أي أمراض، لأن نعرف بالعادة النظرة المأخوذة بالعراق إنه أي كلب تشوفه تعامله ككلب مسعور، وهذا طبعا مو صحيح. يعني داليا، شنو هي ممكن البديل، شنو برأيك شنو البديل عن انه مكافحه الكلاب السائبه بالشوارع؟ طرحتي بديل لمنظمات معينه؟ أكيد خاطبتي جهات معينه؟
علا اكو هواية اطباء بيطريين دا ينزلون مناشدات على هذا القانون وما حد يستجيب لهم. ما اعتقد تشريع هذا التشريع باي ذا واي من زمن النظام البائد وما حد فكر انه يرجع يباوع عليه او يقترح تعديلات اكثر رحمه. يعني ما اعرف ما اعتقد اصلا اكو الاديان بتنوعها ترفض هيك نوع من العنف. المشكله اللي دا تصير انه حتى لما يكونون مناطق معينه يعني انا شفت هوايه قدامي هم يكونون متبنين كم كلب بالشارع هم مسؤولين عن اطعامه والعنايه بيه وما يريدون اي شيء من اي احد. مثلا احنا على سبيل المثال احنا الجيران كنا نتعاون ويعني كنا نطعم مجموعه كبيره من الكلاب. يعني مع هذا الحملات الاباده مدى تسال انه انتم تريدون نبيد هاي الحيوانات مأذيتكم بشي دا تعاني من مشاكل مأذي اهل المنطقه. ما تلقى روحك غير تقعد على صوت طلقات الصبح وحيوانات مسكينه غرقانه بدمها. ما اعتقد هذا شيء اصلا هذا شيء يفتقر للرحمه ومبادئ الانسانيه. برايي الحل البديل هو هم اقل كلفه من انه انت تشتري عتاد وتفرغه بيجي اجساد ضعيفه وبريئه انه نسوي مثل تركيا تقدر عن طريق فرق تبرعات عالم يتبرعون يلزمون الكلاب يجمعوها بعدها انه يتم تلقيحهم رابيز وعندك شوف جرع ديدان شنو ينطوهم ويتعلق باركود هم باذنهم حتى من تشوف كلب بالشارع تعرف انه حتى ما راح يعضك هو اكيد اذا انت مأذي بس وان عضك فهو متلقح وما راح يسبب لك مشاكل صحية ثانية. راح يركض الكلاب بطبيعتهم يحبون كلش اللعب. فاني يعني من اشوف حملات اباده على السوشيال ميديا وصراحه ما اتحمل حتى اتفرج على الصور القى بالتعليقات يقولهم ايه رحم الله والديك يوميا يركضون ورايا بالمنطقه. الكلاب تحس روحها مسؤوله عن حمايه المكان اللي هي عايشه به. فلما تشوف شخص غريب تركض وراه بس انت لا تباوع عليها انت ضر الراس الشارع راح تعوفك وتندار وترجع لمكانها. هذا كل رجعت. اللي يسوي الكلاب بس حملة تخويفية هاي أنا مجربها وإذا ما رجعت مو أرفع عليه داون إذا ما رجعت خلص تروحين تضربين لقاح مع الريبيز لعد نقتلهم أحسن. لا يعني أكيد مو منطقي بس تعرفين شنو ممكن نحد من عددهم هم عن طريق عملية التعقيم. يعني وأنا أعتقد أنه عدد لا بأس به من الأطباء البيطريين دي يتخرجون كل سنة يعني مئات الأطباء زين نقدر كجزء من مشروع التخرج الحيوانات اللي نجمعها وتلقحها نسوي لها عملية تعقيم ونرجعها للشارع هيش حنحد التكاثر هم. يعني ممتاز. هذا برأيي يعني أكثر حل برحمة يعني. وأقل ضرر للحيوانات وأقل كلفة من العتاد اللي أنت تعرف الكلب الواحد دا يفرغون بيه فوق الخمس طلقات يعني مو منطقي. شكرا جزيلا لك داليا. احنا نتمنى أنه هاي القوانين يتم تعديلها ويكون الرأفة بالإنسان والحيوان بنفس الوقت. شكرا جزيلا لك داليا. شكرا جزيلا داليا. طبعا كانت إجاباتها و يعني وضحت عن نوعية العلاقة بين الإنسان والحيوان وخاصة بالمجتمع العراقي وشلون خلو يعني شلون خلتنا نعرف أكثر وأكثر عن موضوع الكلاب السائبة وطريقة مكافحتها بالعراق. بالضبط. يعني الجهود اللي تسويها داليا رائعة وهواية مثلها أكو بس يعني مهما زاد عددهم فالناس اللي تؤذي هاي الحيوانات هم أكثر بهواية من جهودهم المبذولة. إذن نروح الفاصل وبعدها نكمل وياكم موضوعنا هذا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا السخرية من الاهتمام بالحيوانات الأليفة تواجه مجتمع المهتمين بالحيوانات بالعراق تحديدا وتخليهم أمام تحدي مو قليل وشلون يوضحون للناس أنه هذه الحيوانات مهمة بالنسبة لهم مو شرط تكون فائدتها مادية بل هي معنوية أكثر ما تكون. بالضبط. المسألة ما تتوقف على السخرية علا
لأن إيذاء هذه الحيوانات خصوصا القطط والكلاب موجود بشكل كبير بالمجتمع العراقي، حتى رغم وجود قوانين تحاسب اللي يسوون هذا الشيء. صحيح، مثل قانون 207 من القانون، المادة 207 العفو من القانون العراقي اللي يخص القسوة نحو الحيوانات، واللي يكون واللي يقول إنه كل من يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو منزليا أو عذبه أو أساء معاملته يتم حبسه لمدة ما تزيد عن شهرين أو يدفع غرامة مالية. موجود طبعا هذا القانون. بالضبط، التحديات اللي تواجه مجتمع المهتمين بالحيوانات بالعراق ده تزيد، وأعتقد هذا الشيء طبيعي لأن المجتمع بعده جديد والمجتمع العراقي مو كلش متقبل اهتمامهم بالحيوانات. دائما الامور الجديده تاخذ وقت اكثر حتى يتقبلها الناس، ويمكن راح يفيدونه ويفيدون الناس على انه تعرف انه المجتمعات المختلفه وشلون تتعامل مع الحيوانات، خصوصا ببعض الدول اللي وصلت بها حقوق الحيوانات لمراحل اول مره توصلها البشريه. التعرف على الثقافات المختلفه يساعدنا نفهم الجديد بثقافتها. خلونا نتابع التقرير التالي وياكم. حقوق الحيوان هي الفكرة اللي بموجبها يحاول بعض الناس تخفيف معاناة الحيوانات، وأنه يمنحون مصالحها بعض الاعتبار المشابه للي عند البشر، وهذا معناه أنه بعض أنواع الحيوانات إلها الحق بأن تعامل كأفراد، وعلى هذا الأساس لازم يتم التعامل معها وفق الاحتياجات الخاصة إلها بدل ما تتم معاملتها كممتلكات ما تحس ولا تفكر. وبهدف الوصول إلى معاملة أفضل مع الحيوانات، تم تخصيص يوم عالمي للعمل من أجل حقوق الحيوان، وهو يوم 24 الأول من كل سنة، ويرجع تاريخ قانون حماية الحيوان لسنة 1635 واللي شرع بيها أول قانون معروف لحماية الحيوانات بأوروبا وتحديداً بإيرلندا. ومن الأحكام اللي وردت بيه هي حظر نزع صوف الأغنام وحظر ربط المحاريث بذيول الخيول وغيرها من الأحكام. حالياً يتم تدريس قانون الحيوان على نطاق واسع كليات الحقوق التابعة لدول أمريكا الشمالية، هاي من غير التشريعات العديدة اللي تحارب وتحضر التجارب المختبرية على الحيوانات، لدرجة أنه تم تشريع 29 قانون بدول مختلفة حول العالم لغاية سنة 2019 واللي انحضر بيها التجارب على القردة العليا، وهاي غير أن الأرجنتين منحت حقوق الإنسان الأساسية لقرد الأورانج أوتان من سنة 2014. بعالمنا العربي أغلب الدول تمتلك قوانين للعناية بالحيوانات والرفق بها، وعاقبة هاي القوانين كل من يعتدي على الحيوانات بعقوبات تصل إلى السجن. بالعراق عندنا فصل كامل من قانون العقوبات النافذ اسمه جرائم قتل الحيوانات والإضرار بها، بالإضافة إلى قانون الصحة الحيوانية وقانون حماية الحيوانات البرية وغيرها من القوانين. طبعاً إذا كانت تربية القطط والكلاب بدأت تشكل مجتمع جديد للمهتمين بها بالعراق، فمحبي الحيوانات المختلفة مثل الماعز ومثل الخيل وحتى النعام موجودين بالعراق من آلاف السنين علا. طبعاً من وقت ما بدأ الإنسان القديم يدجن الحيوانات ويستفيد منها بحياته اليومية، طبعاً يمكن حب العراقيين اليوم أو حب العراقيين اليوم للحيوانات الأليفة جزء من حب أسلافهم لها. ممكن جدا، خصوصا لما ناخذ بالاعتبار انه تدجين الماعز بدا باسيا قبل 8000 عام، وطبعا بلاد ما بين النهرين هي جزء من هاي الرقعه اللي دجنت الماعز للمره الاولى، وكانت بعض الاهتمام بالحيوانات تعتبر مقدسه ببعض الثقافات القديمه مثل القطط بالحضاره المصريه، من ابرزها القط باستت اللي كانت يرمز او اللي كان يرمز للالفه والخصب والمحبه. طبعا هذا اللي يعتبر يمكن من أغلى أنواع القطط اللي يكون شكله فرعوني أو ما يسمى بالقط الفرعوني. أعتقد يمكن هو نفس هذا المنزوع الشعار. عموما هم طبعوا طبعا الفراعنة يعني وصلوا مرحلة بتقديس بعض الحيوانات لدرجة أنه اختاروا يحنطون جزء من عندها، حنطوا القطط، حنطوا حتى التماسيح، هواية أكو حيوانات اكتشفت محنطة إلى جانب المومياوات المصرية. طبعاً والحيوانات كان كل نوع منها يرمز لشيء، مثل أسود الآلهة أنانا الرافدينية اللي كانت ترمز للقوة الجامحة، بينما القطط والكلاب تعتبر رمز للراحة والطمأنينة، ويمكن لهذا السبب صار الإنسان يحب تربيتها أو البعض أصبح يدمن على تربيتها. بالضبط، وإحنا ما راح نعرف أكثر عن هذا الموضوع إلا من خلال
اللقاء أو التعرف على شخص من الأشخاص اللي يحبون يرعون ويعتنون بالحيوانات المختلفة. خلينا نروح للتقرير التالي ونشوف علي الكاتب. علي الكاتب هو شخص مربي للحيوانات وكذلك متخصص بطب الحيوانات. نشوفه ونتعرف عليه من خلال التقرير التالي. شوفوا هسه قدامكم شلون جامع تقريبا كل الاصناف تقريبا اللي ممكن ان الناس تتعامل بيها، من غزلان وطواويس وحصونه، وانا حب الحقيقه هو الخيل، وعندي خيل تركض بالنادي الفروسيه ومربي معروف يعني في نادي الفروسيه. هو بصورة عامة صاحب الهواية يقدر يرتب الأمور، يقدر يرتب الأمور لأن أكو فراغ، ما لا يمكن الإنسان أن يكون مشغول دائما. أنا الهواية مالتي واهتماماتي بصفحة، وعنايتي بالمريض وبالمستشفى بصفحة. هسه تشوفون قدامكم ليش دا أحب الحيوانات، يعني هذه كلبة هي مال صيد، وأنا قلتها حقيقة عدة مرات أحكي بيها، أكو حيوانات تبتعد عنك وأكو حيوانات تسوي في النوع من الرابط العاطفي بينك وبينها، خاصة الكلاب والحصونة. الصيد بالكلاب يختلف عن الصيد بغير الكلاب، وهو عبارة عن نوع من التناغم بيننا وبين الحيوان حتى يؤدي عمله. شغلتها أنه تطلع قدامنا بالصيد تلقي الطريدة وتأشر عليها خليني أستعد، ولما تطير الطريدة مثلا أضربها، وإذا صدتها تروح تجيبها وتجي. هو هذا اللي يخلينا نرتبط بالحيوان، لأنه تحس أنه هو جزء منك، هو مكمل للهواية ومكمل للأداء. يعني العناية بالحيوانات تخليني يعني أصرف عليها، لأنه هي هم مسؤولية ربانية. يعني أنت لما تربي حيوان لازم تطي حقه، وإلا أنت تربيه وما تطي أكل أو ما تطي جسمه أو ما تداوي أثناء المرض، هذا مو صحيح. أنا يومياً أجي، يومياً أبقى الليل، لأن بالي يظل يم الجسم، هاي أكلت، هاي شربت، الكلاب شلونهم، انهدوا وما انهدوا. الآن ويا عمري كبرت الحيوانات وعددها وترتيبها. حقيقة اللي يخليني أستمر هو المتعة والراحة اللي ممكن أن أشوفها. يعني مرات كثيرة أجي وحدي، بس أنا ما أشعر أنه أنا وحدي، لأنه الكلب بيجي يمي، والحصان لما أروح له يجي يمي ويأكل من إيدي، الغزلان تأكل من إيدي. يعني هو هذا في حد ذاته يخليك تحس أنه أنت عايش في يعني في بحبوبة من الحياة. يعني تعال سندي، تعال اترك 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 اترك. هو الدراجة من تجيبها بهذه الصورة قولها اترك تتركها. طبعا المزرعة كلش حلوة وتسوى الزيارة كلش. يعني أنا من شفت التقرير يعني صار عندي فضول أشوف شي أماكن. بس التحديات اللي تواجه أصحاب المزارع هم يعني أكيد تعيق شغفهم أو شغلهم بهذا الموضوع، مشاكل أمنية طبعا وأوضاع مضطربة قد تضيع جهد سنوات طويلة من هذا الاهتمام والحب بمجال الحيوانات. طبعا هذا من غير التحديات اللي تواجه محبي الحيوانات الأليفة. لكن أستاذ علي الكاتب قال خلال التقرير أنه الحيوانات تشكل رباط عاطفي مع الإنسان، وهذا الرباط العاطفي يمكن هو اللي كان مسؤول عن يعني تدجين هواية أنواع من الحيوانات تحولت من كائنات برية إلى كائنات داجنة.
على مدى آلاف السنين، لدرجة أنه أكو حيوانات ما نوجدت على الأرض إلا مع وجود الإنسان وحاجة الإنسان لها، مثل الكلاب. الكلاب ما ظهرت إلا بظهور الإنسان على الكوكب. فهذا واحد من الأشياء اللي يشير لنا إلى مدى أهمية ومدى عمق التكافل اللي بين الحيوانات وبين الإنسان على مدى هو ذكر بأنه الكلاب والخيول هي من أكثر الحيوانات اللي ممكن تخلق وياك رابط عاطفي جدا. بالضبط. هي من الحيوانات اللي ما تترك الإنسان أو ما تترك صاحبها تحديدا. فالتقرير كان أغلبه كانت يعني أثناء التصوير وأثناء مونتاج التقرير احنا شفنا انه الكلب دائما جنب صاحبه يمشي وابدا ما ترك صاحبه، وهذا الشيء حكى بيه اكثر من مره بالرباط العاطفي اللي خلقه الحيوان مع الانسان. اذا مشاهدينا حتى نكمل فقرتنا لهذا اليوم نروح الى فاصل ونرجع. أهلا بكم أصدقائنا مرة أخرى، وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجنا اليوم اللي راح نحاول نتعرف من خلالها عن المشاكل اللي يواجهها الطبيب البيطري اليوم بالعراق. شنو المشاكل، شنو التحديات، شنو النظرة اللي هي على الطبيب البيطري بالعراق. وضيفنا بهذه الفقرة راح يكون الأستاذ كرار الكناني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا كرار. أهلا وسهلا بكم دكتور. بالبداية الطالب من يتخرج ويطلع يعني حسب معدله انه يكون طب بيطري اكو نظرة سلبية عليه انه انت يعني شنو حتكون طبيب بيطري، شلون قدرتوا تتخلصون من هاي النظرة وشلون واجهتوها بما انه هي بعدها مستمرة؟ يعني صراحة هاي النظرة السلبية نقول قلت بالآونة الأخيرة. بدأت الناس تعرف شنو الصعوبات اللي نلاقيها خلال دراسة 5 سنوات ومن خلالها من بعدها حصولنا على شهادة البكالوريوس، بكالوريوس طب وجراحة بيطرية. جميل. ننخرط بالمجتمع من خلال الإقامة سنة كاملة بالمراكز والمستوصفات البيطرية. جيد. طيب شنو هاي النظرة نقول قلت حاليا. طيب نختلف. كمل تفضل. العفو، ما نختلف يعني عن بقية الاختصاصات، يعني باعتبارنا احنا حاليا احنا خط الصد الأول. أكو هواي أمراض انتقالية سببها الرئيسي هو الحيوان تنتقل من خلالها إلى الإنسان، فبالتالي إحنا خط الصد الأول لهاي الأمراض. طيب كرار، شنو أكثر النقاط السلبية بالمجتمع العراقي اللي تخص حقوق الحيوان ورعايته؟ يعني أقدر ألخصها أنه هي تجي من قلة الوعي وقلة الثقافة، بس يعني حالياً أذكر لك بعض النقاط الإيجابية وبعدين نتطرق للنقاط السلبية. يعني من الإيجابيات بلت العالم تهتم بصحة الحيوان التقتني، بنظافته، بالالتزام بالجدول التلقيحات والتطعيمات الدورية اللي هي خلال السنة. يعني مثلا خاصة بهيك أوضاع اللي إحنا نمر بيها من خلال حظر التجوال والحظر الصحي، يعني أقدر أضرب لك مثلاً مثالياً واجهتني أنا خلال هاي الفترة باعتباري أنه طبيب بيطري وصاحب عيادة. الحالة الأولى أنه خلال فترة حظر التجوال مربية كلاب، يعني أجتي من الكرادة، أنا عيادتي بزيونة، أجتي من الكرادة مشي جابت لي الحالة وكانت حالتها جداً تعبانة هي كمربية. فنقدر نقول يعني أكو تطور بالمجتمع من ناحية الاهتمام بالحيوان وتربيته. طيب كرار، أنا أرد أسألك سؤال حتى ما يفوتنا. دائما اللي أنا يعني حسب ما أعرف أو حسب ما ملاحظ أنه دائما المهتمين بصحة حيواناتهم هم اللي يقتنون حيوانات غالية الثمن. يعني مثلا أنت تشوف نفس هذه الرعاية موجهة مثلا تجاه الحيوانات اللي تكون أثمانها رخيصة، مثلا اللي يقتني مجموعة طيور، اللي يقتني بلبل، اللي يقتني فد شيء. يعني ممكن أكو ناس تستخسر تقول لك أنا ليش أدفع فلوس والحيوان ممكن أشتري غيره بثمن أقل. أكو هيك ناس؟ أكو، بس يعني نقول قلة جدا. يعني مثلا طير بلبل مثلا هذا المربي بالبيت
وانكسرت رجله، يعني خوما انه يعوفه ويتخلص من عنده، لا بالعكس يجي للعياده ونقوم له باللازم. وبالتالي انت ذكرت انه القطه او الكلب غاليه، مو شرط انه يكون مربي القطط انه يقتني قطه غاليه، اكو هوايه اشخاص بالمجتمع يحاولون انه يتبنون قطط المحليه او الكلاب المحليه، وبالتالي همين هذا يكون هي يعني نقول مدفوعه الثمن موجوده انه يحاول يالفها او يخليها بالبيت ويهتم بها. وبالعكس يعني هواي حالات نشوفها مو بس انه المستورده او اللي احنا نسميها المحلي، بدا ناس تقتني حيوانات محليه وتهتم بها حالها حال الحيوانات المستورده. طيب تعتقد اكو يعني بالفتره الاخيره انتشرت المزارع الخاصه بتربيه الحيوانات؟ شفت هذا الشيء او بنظرك يعني هذا الشيء ما موجود؟ وبنفس الوقت ليش ماكو دعم لهم؟ يعني هم ممكن يكونون داعمين للاقتصاد العراقي. انتشرت اكيد، نحكي على انه يعني هاي جانبين، الجانب الاول مثلا نقول مزرعه انه خلينا نقول يعني الخاصة يعني نسميها مثلا يقدر يربي بها خيول أو نعام أو غزلان، هاي المزارع. بقية المزارع اللي تتحدد بالاقتصاد يعني مثلا نقول دعم ما موجود، نقول دعم محدود، سبب أنه سوء تخطيط أو قلة اهتمام من الحكومات المتعاقبة. بالتالي هذا أكيد أثر على الاقتصاد من خلال اعتمادنا على الاستيراد أكثر من اعتمادنا على الصناعة الوطنية، المنتج الوطني اللي هو البروتين يعني جاي. الغذاء اللي هو اللحم، الدجاج، البيض، الحليب، الأجبان، أكيد هاي إذا اهتمينا بيها راح توفر لنا عملة صعبة بهذا الوقت اللي دمر بيه إحنا من أزمات اقتصادية. طيب دكتور كرار، الطبيب البيطري شنو وضعه اليوم؟ يعني شغله شونه بالعراق؟ يعني أنت ذكرت أنه الناس في تحسن، الناس تجيب حيواناتها أكثر وتعتني بحيواناتها وتراجع بحيواناتها. بشكل عام الطبيب البيطري يعني شغله ماشي بال يعني شغله على الحيوانات ماشي؟ هل اكو ما يكفي من الناس حتى نقول انه مهنه الطب البيطري في ازدهار؟ اول شيء يعني احب ابارك زملائي الاطباء البيطريين بقرار قانون التدرج الطبي ضمن الموازنه العام الحالي، مبروك. فان شاء الله راح ننخرط بالمجتمع بصوره تسلم، يعني نخرط بالمجتمع بصورة أكثر من خلال توظيف أعداد كبيرة من الخريجين الأطباء البيطريين. هذا جانب. الجانب الآخر، بعد ما دراسة 5 سنين وكمل الإقامة، الطبيب البيطري عنده هواية مجالات يقدر يطور بيها من نفسه أو يقدر يبني نفسه بيها. أول شيء مثلا العيادة الخاصة، يعني إذا كان متمكن وخبرته قوية واثق من نفسه ومعلوماته وتدرب بشكل جيد يقدر يفتح عيادة ويكسب بيها يعني أجوره وتعبه، يحصل ثمرة تعبه. بالتالي لا، أكو مزارع دواجن، أكو تربية أسماك، تربية الحيوانات الكبيرة إحنا نسميها اللي هي الغنم والأبقار من خلال هواية أمور. وأكو لا مثلا يتجه أنه الشركات تدعم هاي الشغلات، أنه هاي تربية الدواجن أو تربية الأغنام من خلال الأدوية الخاصة بها أو اللقاحات. فهواية مشاريع أكو إذا أراد هو يشتغل ويطور من نفسه موجود، فرص عمل موجودة. صح طبعا، يعني أكو هواي فرص متاحة أمام خريجي طلبة الطب البيطري، ممكن مثل ما ذكرت أنت يطور نفسه أو ممكن لا. خليني أسألك عن فئة الناس اللي تربي الحيوانات المفترسة بالبيوت، أسود، نمور، هاي أنتوا تتعاملون وياها لو الطب البيطري مبتعد عن هاي الحيوانات؟ احنا نتعامل وياها، بس اكو يعني بعض الدخلاء يعني يتعاملون وياها، بس احنا نتعامل وياها ونقدم نصائح لهم. يعني هذا حيوان انت مثل ما تفضلتي هو مفترس وما اجيبه اخليه ببيت، لازم اما يكون عندي محميه اوفر له الجو اللي يقدر يعيش به. بالتالي يعني اذا اتعامل ويا حيوان خطر يعني مثلا الاسود، النموره، الفهوده، يعني هاي يراد لها خبره يلا يقدر واحد يقتنيها. طيب القانون العراقي يمنع الخبرة يلا يقدر يقدم لها العلاج. القانون العراقي يمنع تربية هذه الحيوانات المفترسة؟ القانون العراقي ما يمنع تربية كثر ما يمنع استيرادها، بس هي موجودة. أكو ناس يجون مراجعين اللي عنده شبل، اللي عنده أسد، يتفضلون يعني يمنع العيادة ويأخذون يعني اللقاحات والتطعيمات. مفارقة القانون العراقي والعلاجات الخاصة بها، إنه يحارب الكلاب السائبة
بس ما يشرع قوانين انه تمنع تربية الحيوانات المفترسة بالبيوت اللي ممكن تكون خطرها على صاحبها اكبر. طبعا يعني احنا دائما ننصح، اكو ناس تجيني مثلا دكتور اريد اشتري اسد، اقول له انت عندك مكان له هذا تقدر توفر له الغذاء الخاص به يعني نجيبه من افريقيا لهنا 5 كيلو غرام واحنا نتوافق لحم وكماله يضعف، يعني مو نفس انه هو سمين وكان بعافيته يجي العراق يضعف. كلمه اخيره شنو تحب تقول نصيحتك للناس اللي يربون الحيوانات الاليفه او حتى المفترسه، يعني بما انه هم يتحملون مسؤوليتها؟ والله يعني احب اوجه لهم كلمه، يعني اذا انت فكرت او نويت تقتني حيوان مهما كان هو روح يعني، فلازم انه تهتم به، تعتبره شخص من البيئه اللي انت عايش بيها، يعني تكون قد المسؤوليه، مو بس انه فلان ربى قطه انا لازم اجيب قطه، او فلان ربى كلب انا لازم اجيب كلب، لازم تكون قد المسؤوليه. بالتالي انت تتعامل ويا روح، وبالتالي يعني انصحهم يعني مثلا اذا عندك طفل لازم تعلم الطفل شلون يعني يتحمل مسؤوليه نفسه، يتحمل مسؤوليه الحيوان اللي هو موجود بالبيت من خلال اكله، نظافته، اذا يتعب اذا يتمرض لازم شلون يعرف يتعامل وياه. دكتور كرار الكناني جدا اسعدنا وجودك اليوم ويانا بالحلقه، اضفت لنا معلومات كلش جميله، ونتمنى لك التوفيق لك ولزملائك، وايضا الف مبروك لكم على القرار الجديد بالموازنه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور كرار. طبعا مجتمع جديد يتشكل ويكبر، التحديات اللي تواجهه مو قليله من استخفاف وسخريه لعدم وجود تربيه حيوانات اليفه بدون فائده، وهذا المجتمع بدا ينمو. طبعا ينمو وينمو وياه محبه الحيوانات الاليفه وتقدير وجودها وروحها وحقوقها وشلون هي تستحق من عندنا الحب والاهتمام، خصوصا وانها تفيد الانسان وما تضره. طبعا مجتمع المهتمين بالحيوانات الاليفه قادره اليوم انه يواجه أو تواجه كل التحديات في سبيل إثبات حبها واهتمامها بالحيوانات. لهذا أصدقائنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من مجتمعات صغيرة، نختمها بتوديع محبي الحيوانات، ونلتقيهم إن شاء الله الأسبوع القادم. انتظرونا ومجتمع جديد وحلقة جديدة، مع السلامة.